هو في وقت مثلا وقت مرسي او وقت الاخوان كان في توجه عام ان نوع من الكتب ما يبقاش موجود او اختلف الرؤيه في الموضوع؟ لما الفتره دي جت كان في رقابه موجوده تابعه ليهم، فمستحيل هيسمحوا بكتب تعادي ليهم بتوجه سياسي حر. في الفتره دي نزلت كتب كتير بتعادي اي فكر متحرر او وسطي وانما ليها علاقه بفكر عمر. بس هم دلوقتي طالعين في نغمه ايه؟ خلاص الدين هيدخل في كل حاجه، واحنا بنقول لهم ايه؟ نعم. الشعب قال عايز دين، عايز دين، اديله دين، واحنا بتوع الدين. لما وصلوا السلطه، حضرتك كامراه مصريه قبطيه، كان ايه احساسك او كنت متخيله البلد هتروح فين؟ اي حد هيقولك غير اللي هقوله كذاب. رعب، رعب، لان مش اسم الاخوان في حد ذاته، لكن الاداء اللي ابتدى يحصل. انتوا يمكن ما تعرفوش اللي بيحصل، احنا بقى في تطورات تتصل باللبس، تتصل بالاسم، تتصل بالهيئه، تتصل بالشكل في كل انحاء مصر. مش هنشوف وشكوا ده تاني، وده لازم يتغطى، وده لازم، وتحذيرات وتوجيهات ورعب يعني دخل في قلوبنا فوق ما حد يتخيل. كانوا كتير جدا مثلا يوقفوني او يوقفوا ابني او جوزي في الطريق لاقناعك بمنهجه بفكره. كمان كانوا بيستخدموا بقى الستات، فكان ممكن يقنعها بتعدد الزوجات او بفكره الختان او بفكره ان انت تقعدي في البيت واحنا نصرف عليكي. مناشدة فندم عن الدين، انت ليه مش لابسه؟ انت ليه لابسه نص كم؟ انا محجبه واخواتي مش محجبين، فبيبصوا برضو ان هم كده، ان دول حاجه خارجه عن الدين، ان دول كده لازم يعني يقيموا عليهم الحد زي ما بيقولوا يعني كده. كان ايه وضع الاثار في وقت حكم الاخوان؟ هو بالنسبه لنا احنا كان الوضع يعني مضطرب شويه، لان كان التوجه العام كان غريب، يعني الافكار نفسها بان التماثيل دي اصنام، او ان المتاحف ديت اصلا مثلا ايه اماكن المفروض، او التماثيل اللي في المدينه تتغطى، او الكلام دوت اللي هو كان بيتكرر. وتفتكر ليه الاخوان ما كانوش حريصين على الاثار والهويه المصريه؟ هو ما كانش فارق معاهم كلمه مصر بمعنى كلمة مصر، هو كان في نظرة كده إن إحنا الدولة الإسلامية الكذا كذا كذا، اللي هو إيه، مش مرتبطة ببلد، مرتبطة أو مش مرتبطة بمكان، أو مش مرتبطة بحضارة، هي مرتبطة بجماعة. شفنا تساهل مع حاجة مش مفروض أي دولة بتحترم نفسها تسمح بيها، اللي هي ما يسمى بالميليشيات التابعة بقى للجماعات الأكثر تشددا زي الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد، إن هم بيعملوا دوريات في الشارع بالذات في مناطق بره القاهرة في وسط يعني مباركة غير معلنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. انتهت فكرة الدولة المسلمة أصلا والدولة المسيحية، ما فيش دولة اسمها مسلمة ودولة مسيحية، في دولة غالبيتها مسلمين، في دولة غالبيتها مسيحيين، لكن بتدافع عن نفسها باعتبارها دولة وطنية. كل اللي فيها يدافعوا عنها، مش فئة تجاهد. المفاهيم دي اللي لازم بذل طبعا من أول الشيوخ العظام الأئمة الجبارين زي الإمام محمد عبد وغيره من أساتذتنا ومن شيوخنا، عملوا كثيرا جدا في دحض هذه الأفكار وتقديم الرؤية الحقيقية للإسلام اللي هو المفهوم المصري للإسلام. يعني المفروض إنه الدولة تحيي هذا التيار وتدعمه زي ما الدولة نفسها، دولة السادات الله يرحمه، دعمت التيار الإخواني ودعمت التيار السلفي.